ولمناقشة ملف تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب وكذلك الهجوم المستمر للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على الديانة الإسلامية، ينضم إلينا عبر سكايب من دورتموند الألمانية العضو السابق في البرلمان الألماني الأستاذ جمال قرصلي. أستاذ جمال، مرحبا بك. من جديد تصريحات لماكرون يجدد فيها هجومه على الإسلام ويقول إن الديانة الإسلامية تمر بأزمة في العالم، كيف تقرأ هذا التصريح؟ هو من الواضح بأن ماكرون هو حقا هو الذي يمر في أزمة، لديه أزمة كبيرة. يعرف أن الانتخابات الرئاسة الجمهورية بقي عليه حوالي سنة ونصف، وأنه يريد أن يكسب أصوات من اليمين أو اليمين المتطرف، وهو يمر بأزمة كبيرة ويريد أن يتزعم الاتحاد الأوروبي. يعرف بأن الآن إنجلترا خرجت من الاتحاد الأوروبي، وربما في العام القادم ميركل ستخرج، وهو يريد أن يتزعم هذه المنطقة. فهو إذن يبحث عن الأصوات في 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 ضبابية معينة، فهو موجود في أزمة. ونحن نعرف تصرفاته إن كانت في ليبيا أو في لبنان أو في شرق المتوسط، يبحث في أي مكان عن أن يتزعم، وهذا هذه كل الأمور تبين بأنه هو في وجود في أزمة وليس الدين الإسلامي في أزمة. ألا تعتقد أستاذ أن تصريحات ماكرون تفتح الباب ربما لصعود أفكار التطرف اليميني في فرنسا وأوروبا من جديد وتغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا؟ نعم طبعا، هناك في مثل يقول إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فما على الباقين أن يرقصوا، بما معناه فإذا هو رئيس دولة يقوم بهكذا تصرفات فما على الأحزاب اليمينية المتطرفة، فهي لن تترك له الساحة بهذا الشكل وهو يلعب بالنار، فهي ستزداد تطرفا وحدة. وأنا أريد أحذر هنا ماكرون، الرئيس ماكرون، بأنه إذا في القريب العاجل سيتم مثلا الاعتداء على جوامع المسلمين أو على مراكز اللاجئين أو على سكن المغتربين، فهو المسؤول عن ذلك، لأنه هو الذي يفتح الباب لهذا المجال. فعليه أن لا يلعب النار وأن يهدئ الأمور وأن يعمل على الاندماج وليس على التفرقة، ولا أن يصيد في الماء العكر، ولا أن يعمل مثل اليمين المتطرف أن يكسب الأصوات على حساب المغتربين والمسلمين بنفس الوقت. ولكن كيف يقتنع الجمهور، كيف تقتنع شعوب أوروبا بذلك؟ يعني مثلا النظام في الدول الغربية يدعو دائما إلى التعايش السلمي ويدعو إلى حرية التعبير عن الرأي، ومع ذلك نجد أن هناك يعني من النخب في أوروبا من يتحدث عن أن الإسلام في أزمة وعن الإسلاموفوبيا. يعني كيف تفسر هذا التناقض في المجتمعات الأوروبية حتى على مستوى نخبها؟ نعم، هذه دائما عندما نحن نعرف عندما الساسة يفشلون وعندما تفشل السياسة تبحث عن ذريعة، تبحث عن سبب لفشلها. وماكرون وهذه بعض الساسة للأسف واليمين المتطرف وبعض الساسة مثل ماكرون يبحثون عن هذه الأسباب. ولكن علينا أن نعلم بأن الإسلام أصبح جزء من أوروبا، الآن يعيشون في القارة على القارة الأوروبية 53 مليون مسلم، في فرنسا 6 مليون مسلم، 9% من المجتمع الفرنسي هو مسلم. ونحن نعرف أن هذه الأديان السماوية كلها عاشت مئات السنين مع بعضها البعض وبدون أي مشكلة، ولكن هناك من يريد أن يربح الأصوات ويريد أن يشق المجتمع، فهم يقومون بهكذا أعمال، ولكن الواقع يختلف كليا والحقيقة واضحة لمن يريد أن يراها. منذ أحداث 11 من أيلول سبتمبر تغيرت بوصلة العالم باتجاه ما، يعني هذا الاتجاه يسمى محاربة الإرهاب. يمكن القول أو إلى أي مدى يمكن القول أن فكرة التعميم واستهداف ملياري مسلم أو ملياري شخص يعد طبعا يعتبر إرهابي إن صح التعبير، أو ربما في فلسفات معينة أو أجندات معينة، هذه الأجندات ماذا يراد منها؟ للأسف هذه الأجندات دائما تأخذ كذريعة للتدخل في شؤون العالم الإسلامي. أريد أن أذكر هنا من الذي صنع القاعدة، تنظيم القاعدة، من الذي موله، من الذي أخذه إلى أفغانستان لكي يحارب ضد الروس؟ أليست دول معينة؟ أليس هم الأمريكان؟ وكثير من المخابرات العالمية
تعمل للأسف من هذه الأمور وسيلة أو طريقة لكي تتدخل في شؤون العالم الإسلامي، ولكي تدع التوتر موجودا بهذا الشكل لكي تستطيع أن تبيع سلاحها وتستفيد من هكذا أوضاع. ولكن علينا أن نوعي العالم بأن حقا أن الدين الإسلامي ليس وهي دين شرس أو دين معتدي، ولكن دين التسامح والمحبة. وهذا طبعا هذا الشيء كذلك يقع على عاتق المسلمين الذين يعيشون في أوروبا أن يعطوا الصورة الحقيقية لدينهم الحنيف والمسالم وليس هو فيه شراسة. وعلينا كذلك نحن مع المجتمعات التي نعيش فيها أن نحارب الإرهاب ونحارب التطرف إن كان إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا من أينما يأتي. وعلينا دائما أن نعمل على الاندماج في هذه المجتمعات وأن نكون جزء من هذه المجتمعات ونبين بأننا حقا نحن مع السلام ومع التعايش السلمي. بطبيعة الحال يعني الدين الإسلامي له تعاليم وله قيم وله سلوكيات، وهذا الأمر موجود ولا يخفى حتى على الأوروبيين، ولكن هناك أمر مهم، موضوع الإعلام. مثلا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هيئة علماء المسلمين في العراق، الأزهر، آخرون أيضا من الجهات أكدوا أن مشكلة الغرب تكمن في ازدواجية المعايير وظاهرة الإسلاموفوبيا. يعني ممكن القول أستاذ أن هذا الأمر هو على مستوى النخب في أوروبا وعلى مستوى الإعلام أيضا، هل يمكن لهذه الجهات وغيرها من القوى التي تثقف باتجاه يعني القيم الإسلامية الصحيحة أو تبيان هذه القيم الإسلامية الصحيحة للعالم، هل ممكن إيقاف هذه الموجة الإعلامية من الاستهداف ضد الإسلام؟ نحن علينا أن نعمل حقا بالبداية أن نبدأ في الكلام. هناك مثل الصيني يقول إن لم تكن الكلمات صحيحة لن تكون المصطلحات صحيحة، وإن لم تكن المصطلحات صحيحة لن تكون الأفعال صحيحة. علينا أن نبدأ عندما يسمى الإرهاب الإسلامي، علينا أن نبدأ من هذه النقطة. وعلينا جميعا كذلك ليس فقط المؤسسات الدينية، بينما على المؤسسات السياسية الدبلوماسية كل المنظمات الإسلامية كل الذين يدعون إلى السلام أن نقف موقفا واحدا ونقف وجه الأعمال التي يقوم بها ماكرون وأشباهه الذين يريدون أن يكسبوا أصواتهم على أكتافنا وعلى حساب السلم العالمي. أن كلنا نقف جميعا إلى جانب هذه المنظمات ونقول نحن يهمنا السلم العالمي والتعايش مع بعضنا البعض، وكفاكم أن تلعبوا بالنار وتلعبوا بأوراق خاسرة. من دورتموند الألمانية العضو السابق في البرلمان الألماني الأستاذ جمال قرصلي، شكرا جزيلا لك.